بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا أبنائي وأعزائي طلبة الصف الأول بقسم السيارات. إن شاء الله درسنا النهارده الدرس الخامس، مكونات ضبط التبريد في السيارة وكيفية تشغيلها ونظرية عملها. إن شاء الله في نهاية الدرس نبقى قادرين على التعرف على مكونات ضغط التكييف ونظرية العمل، وهي مكونات محتويات الدرس نظرية عمل ضغط التكييف، أنواع وحدات التكييف، نظرية عمل وحدة التبريد والتكييف، ومكونات دورة التبريد والتكييف. نظرية عمل دورة التكييف، أولا أهمية دورة التكييف إن هي بتعمل على عملية ترطيب أو ترطيب الجو داخل السيارة، لأن بيبقى فيه انبعاط من الحرارة، حرارة الجو، درجة حرارة الجو خصوصا في الصيف ودرجات الحرارة العالية ودرجة حرارة المطور ودرجة حرارة الطريق، فكل دي بيبقى في انبعاط أو أنواع من درجات الحرارة على مين؟ على السائق والركاب أو المولدين خلال الصيف في مسافات مسافات زمنيه طويله او اثناء السفر الطويل. في اداره التبريد بتعمل ضبط التكييف على السياره على ما يكون درجه الحراره داخل السياره وكذلك نسبه الرطوبه لدرجه حراره الجسم. درجه حراره الجسم معروفه انها 37 درجه، فبعمل هنا ملائمه لدرجه الحراره داخل السياره، تبقى ملائمه لدرجه حراره البني ادم او درجه حراره الجسم، هيقول ان ده بيسبب انهيارات حراريه على السائق والركاب سواء كان في الصيف او في الشتاء، وزي ما التخلص من الحراره الزايده الموجوده داخل السياره ان انا افرغها من محيط السياره الى الى الهواء الخارجي من خلال الرطوبه والحراره الزايده والرطوبه صيفا او شتاء، ضغط الحراره والتخلص من الرطوبه شتاء. نفس الوضع اللي انا في الصيف ان انا بتخلص من درجه الحراره العاليه داخل السياره بترطيب ايه؟ درجه الحراره في السياره. في الشتاء بيبقى درجة البرودة اللي أنا بعملها بعمل عملية تدفئة وتدفئة داخل السيارة عشان أقلل من إيه؟ من برودة الحرارة أو درجة الحرارة داخل السيارة. الأنواع وحدات التكييف من خلال بقى المصادر بتتقسم وحدات التكييف لاثنين، وحدات التبريد والتكييف اللي بنستخدمها في الصيف، تاني حاجة وحدات التدفئة ودي اللي هي التدفئة بنستخدمها في الشتاء. يبقى عندي نوعين، النوع الأول عملية التبريد والتكييف وده اللي بنستخدمها في فصل الصيف، هنا عملية التدفئة بنستخدمها في فصل الشتاء. أولا وحدات التبريد والتكييف. هنتعرف الأول قبل ما نعرف الأجزاء نعرف المصادر اللي بتتوالد فيها درجة الحرارة هذه السيارة على الطريق، بيبقى عليها ضغوطات أو مجموعة الحرارة، حرارة الركاب نفسه بدرجة أجسامه، وحرارة الطريق بالإسمنت نفسه، ودرجة حرارة العالم اللي خارج من السيارة من الشكمان، ودرجة حرارة تآكل الحركة، وحرارة الموتور مع ضوء الشمس خصوصا في الصيف، في درجات الحرارة العالية في فصل الصيف ترفع درجة الحرارة مع قفلة الإزاز وسخونة الإزاز بتؤدي إلى كمية الحرارة داخل السيارة. طيب عايزين نتعرف إن احنا نتحول المادة من صورتها إلى صورة أخرى اللي هي التحول المكتسبة أو الانتقاض أثناء التحول. يبقى عندي المادة عبارة عن الماء مثلا كما المادة صلبة في صورته التلجية بيتحول إلى سائل في صورة المية، بعد كده لو سخنته وعملت عملية تسخين له بيتحول إلى درجة الغليان ويحصل عملية تبخر. يبقى هنا بتتحول من حالة الصلبة إلى الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، إن هي في عملية التسخين بيتحول إلى درجة التبخر وبيطلع على هيئة الغاز. يبقى الحالة دي إن في المادة دي بتتحول من حالتها الكاملة أو الامتصاص عند تغيير حالتها، تستخدم مصطلح الحرارة الكامنة أو حرارة الكامنة داخل الماء.
وده اللي بيتم بيه عمليه الايه؟ التحويل. درجه الحراره بتبقى صفر، بيروح موديها درجه حراره معينه، بيحولها الى سائل ومنه الى ايه؟ الى غاز او غازيه. ونظريه التكييف، نظريه عمل وحده التبريد او التكييف، بتعمل نظريه وحده التكييف على سحب او قطاف درجه حراره مين؟ الى الهواء داخل السياره. يبقى داخل محيط السياره يا اما ان انا اسحب الهواء اللي هو السخن داخل السياره ده في الصيف، يا اما ان انا اضيف له هواء دافي او نوع من درجه حراره معينه، هواء محمل بدرجه حراره تدفئه في فصل الشتاء وتتخلص من الهواء عن طريق بخار الماء. يبقى عندي فكره عمل جهاز تاني التبريد والتكييف، بعتمد بفكره في التبريد والتكييف على درجه حراره اللي بتكتسبها او تفقدها جهاز التبريد اثناء تحوله من الحاله السائله الى الحاله الغازيه او من الحاله الغازيه الى الحاله السائله بناء على مكونات دوره التبريد، وهي كالعاده اول جزء هو جهاز ضغط الغاز وتحويله الى سائل بنسميه جهاز الضغط، جهاز الضغط. ثاني جزء هو جهاز تحويل السائل الى غاز وده بنسميه المبخر. ثالث جزء هو سحب، جهاز لسحب درجه الحراره من داخل السيارة وده اللي بيبقى ورا بنسميه الثلاجه اللي بيبقى ورا الطابون المباشره. وطبعا جهاز تقدر درجه الحراره خارج السياره وتحويلها الى غاز الى سائل وده بنسميه المغسل. الجزء الخامس هو سحب جهاز لسحب غاز المياه من غاز التبريد اللي هو المغفر. يبقى اثناء درجه الحراره او تحويل بحول من درجه السيوله الى درجه الغاز او درجه التبريد، فبيحصل فين؟ بيبقى فيه بخار ميه معايا، فانا بعمل عمليه تجفيف عن طريق المغفر معايا. الجزء السادس هو جهاز استشعار درجه الحراره، وهو بنسميه الحساس، لان بيبقى عندي درجه حراره معينه مظبوط عليه. إن زادت درجة الحرارة بيبتدي جهاز الاستشعار أو الحساس يبتدي يشتغل عشان يشغلني دورة الإيه؟ التبريد. بعد كده مكونات ضغط التبريد معايا بتتكون مكونات ضغط التبريد والتكييف وصورتها من وسطها بتنقسم إلى اثنين، إلى وحدتين أساسيتين. أول وحدة وهي وحدة الضغط المرتفع، وواحدة تاني جزء أو تاني واحدة هي وحدة الضغط المنخفض. يبقى عندي وحدتين في دورة التبريد أو دورة التكييف تبريد الهواء، هي وحدتين، واحدة للضغط المرتفع وواحدة للضغط المنخفض. هنبتدي ناخد أول وحدة وهي وحدة الجهد المرتفع، وفي الوحدة دي بتكون ضغط بسحب الغاز من الثلاجة وتحويله إلى سائل وضغطه إلى المغسل للتبريد. يبقى أول جزء هو الضغط اللي هو أهو، بيقوم بسحب الغاز من التلاجة وتحويله إلى سائل وضغطه في المكثف معايا هنا من الوحدة. الضغط بيسحب من هنا ويسحب على المكثف ومنه الى الايه؟ الى المجفف ومنه الى وسائل وسيط التبريد عن طريق المواسير الى خارج الى داخل السياره، ومنه يطرد درجه الحراره مع الهواء الى خارج السياره على الهواء الخارجي، حيث ياخد الضغط ده وياخد حرارته عن طريق سير على المحرك عن طريق عمود التراك. يبقى هنا في سير هنا في هنا البقره دي راكب عليها سير عن طريق عمود الترنك في المحرك، بيبتدي ياخد الحركه منه حركه منه ياخدها حركه ويحولها الى ايه؟ الى قوه ضغط عشان يضغط لي سائل ايه؟ سائل التبريد. ثاني وحدة وهي وحدة الجهد المنخفض،
ودي بتبدأ من الواحدة من المبخر الذي يعمل على تبخير الغاز السائل، تحويله من سائل إلى غاز للتبريد في صورته السائلة، وده عن طريق من الثلاجة الموجودة خلف الطابون، وذلك تحويله إلى الصورة الغازية، والسائل عن سائل التبريد يبتدي يضخه إلى إلى حوله إلى سائل، من سائل إلى إلى غاز عشان يطلع عن طريق مواسير الثلاجة اللي هي خلف الطابون أو أمام السائل إلى درجة حرارة حولها إلى غاز عشان يختلط أو ينص درجة الحرارة أو يتخلص من درجة حرارة الهواء الموجودة في السيارة، ومروره عليه إلى داخل الصالون في السيارة، بالإضافة إلى وجود دائرة الحساس لدرجة حرارة الغاز خارجة من الثلاجة، وهنا الثلاجة موجودة معايا عبارة عن شبكة تروي منها من الضغط إلى الثلاجة ومنه إلى المجفف، ومنه يطلع الهواء التبريد إلى محيط السيارة أو إلى الصالون في السيارة، ومنه بيطرد الهواء السخن معاه أو بيسحبه بيطرده بره السيارة عن طريق الثلاجة مع الصالون. بعد كده مكونات دورة التبريد، بتتكون دورة كده مع بعض، دورة البرد المنخفض مع البرد العالي مع بعض، فبتيجي عليه ضغط بيسحب عن طريق الثلاجة المروحة، ومنه بيسحب السائل ويضغط على الضغط، ومنه المنجفف، ومنه إلى هواء التبريد داخل غرفة الصالون أو السيارة أو محيط السيارة، ومنه يخرج بقى الهواء درجة الحرارة مع الهواء في داخل السيارة في الصالون. وادي هنا صور للأجزاء، ادي الضغط، وادي وحدة الضغط، ادي الأجزاء الداخلية منه، صمام التصليب، وادي صمام الشفط، وادي الكرسي المتأرجح، وادي الكفاسات، وادي عمود الإطار، وادي رسمة تخطيطية للضغط أو وحدة الضغط المهمة والأساسية في دورة التبريد. وهذه الأجزاء عندي دي السبابينة أو وحدة التبريد، وهذه السائل دي مادة التبريد السائلة في الأسطوانة، بعدها داخلة على السبابينة، ومنها اللي هي وحدة المخزن، ومنه إلى غاز تسخين الضغط، وبعد كده مكثفات أحولها من حالة سائلة إلى حالة غازية. وادي هنا اسطوانات السائل بتاع وحدة الترشيح، بيتم عملية ترشيح فيها، والمجفف عشان لو في غاز في رطوبة أو نسبة ماء أو نسبة رطوبة بيعمل عملية تجفيف بإطار الترشيح معايا، وبتنقى عملية الترشيح الغاز أو الهواء من سواء كان في أتربة أو غازات أو مواد أو في حاجة فيها شكل أو ريحة، يبتدي عملية التنقية عن طريق المرشحات. بعد كده عندنا الدائرة الثانية، يبقى كده خدنا احنا دائرة التكييف والتبريد أثناء الصيف، فنبتدي ناخد دورة التكييف أثناء فصل الشتاء. فصل الشتاء وخصوصا في المناطق الباردة جدا بيبقى محتاج ان انا بدفي او اعمل عملية تدفئة داخل صالون السيارة، وذلك ان انا بمد درجة الحرارة، فبدي درجة حرارة عن طريق التبريد من المحرك، والطاقة المفقودة ان انا بدفي ده محيط السيارة او الصالون داخل داخل السيارة، حتى عن طريق وضع مشع صغير جنب الريدتير، بيبقى الريدتير تاني جنب الريدتير داخل ممر الهواء، وببرد السيارة بستخدم في صمام تحكم في امرار مياه تبريد المحرك السخن الى المشع الصغير او معه، هي عبارة عن
ريديتير تاني بجيب الامرجان بالريديتير او معاه بسمح ان انا درجه الحراره الموجوده في الميه ان انا بستغلها ان انا بمشيها وبمرر معاها الهواء بدخلها يتحمل درجه حراره عشان يطلع بصابون السياره معانا. كده الاسئله معانا كده نهايه الدرس. اسئله معانا، السؤال الاولاني اذكر نظريه عمل دوره التكييف. اثنين، السؤال الثاني اذكر انواع وحده التكييف. السؤال الثالث اذكر نظريه عمل دائره التبريد. السؤال الرابع اذكر على رسم مكونات دوره التبريد والتكييف. احنا معانا في مشكله في وقت